جميلة تيسير. بمزيد من العطاء ومزيد من الإنجاز والتألق في المستطيل الأخضر، اقتحم تيسير الجاسم قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سجل الأرقام القياسية من جديد. بالأمس احتفل اللاعب بوصوله إلى المباراة رقم 200 في الدوري كأول لاعب سعودي يصل إلى هذا الرقم. الجاسم حقق هذا الإنجاز في ظل الثقة التي حظي بها من كافة المدربين الذين تولوا تدريب النادي الأهلي، فكان لاعبا أساسيا في 196 مباراة سجل من خلالها 36 هدفا وشارك في صناعة 42. أرقامه تحدثت عنه كثيرا، قدم نفسه كموهبة تعشق كرة القدم، تألق وأمتع، بل وانفرد بكونه اللاعب الوحيد من الجيل الحالي الذي شارك مع المنتخب الأول في 4 تصفيات مؤهلة لكأس العالم. سطر إنجازاته على صفحات التاريخ المشرف للاعب كرة القدم، وكان حصوله على لقب أفضل لاعب سعودي عام 2012 أحد شواهد حضوره المميز. ساهم في تحقيق العديد من البطولات مع الأهلي، بدءا بكأس الأمير فيصل بن فهد وكأس سمو ولي العهد عام 2007، مرورا ببطولة كأس الملك عام 2011، وانتهاءا بالثلاثية التاريخية التي كانت في موسمي 2015 و2016، عندما حقق الأهلي بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين إلى جانب كأس السوبر السعودي. ومع تأهل المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا، تتطلع الجماهير إلى أن يكون اللاعب في قمة عطائه مع زملائه اللاعبين في مهمة تمثيل الوطن.